طيب خلينا بقى نروح مرة أخرى لأرض المونديال مع زميلنا العزيز والمتألق دائما أمير هشام، برضو نعرف ماذا يحدث في أرض المونديال النهاردة. اليوم كان عامل إزاي بالنسبة لبعثة النادي الأهلي؟ طبعا ده مقر البعثة، يعني لأنه طبعا التمرين كان النهاردة بدري علشان المباراة إن شاء الله بكرة هتكون بدري. أمير إزيك يا حبيبي، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله نهنيك إن شاء الله بالفوز. يا رب ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه بكره. خلينا نتفق على ان فريق بالميراس فريق كبير جدا وقوي، وخلينا نتفق ايضا ان النادي الاهلي بيلعب في بطوله بمستوى عالي جدا، فوارد انك تكسب باذن الله تعالى. ان شاء الله الاهلي يكسب، او لا قدر الله ممكن الاهلي يخسر، وده هيبقى برضو من بسبب المنافسه القويه في طبعًا. هذه البطوله، لكن رجاله النادي الاهلي باذن الله قدها، وان شاء الله يفرحوا جماهير النادي الاهلي يا كابتن اسلام. طيب النهارده اليوم كان عامل ازاي بقى من الصبح قبل ما اسالك الاسئله الصعبه اللي كل مصر مستنياها؟ طيب النهارده كان يوم مليء بالاحداث في الحقيقه بخصوص بعثه النادي الاهلي في مقر الاقامه. فبالتالي خليني اقول لك البدايه كانت من الساعه 10 الصبح. أيه. 10 الصبح كان الاجتماع الفني الخاص بمباراه الغد، ممثلي النادي الاهلي وممثلي بالميراس مع ممثلي الاتحاد الدولي لكره القدم، وده من خلال الفيديو كونفرنس، واللي استقر فيه بشكل نهائي خلاص النادي الاهلي هيلبس الزي التقليدي بتاعه، احمر شرطه ابيض شراب احمر، الشناوي هيلبس ازرق فازرق فازرق. ده بخصوص النادي الاهلي، كمان هيوصل يعني قبل المباراه باذن الله، قبل ما تنطلق المباراه بساعه ونص، ده طبقا اللي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني. طبعا تم الاستقرار كمان على ان المباراه في حاله انتهاء بالتعادل سواء السلبي او الايجابي هنلجا لركلات الترجيح مباشره، ما فيش اكسترا تايم خالص في مباراه الغد تحديدا المركز الثالث والرابع. ده فيما يتعلق بالاجتماع الفني. الساعه 12 بالظبط يا كابتن اسلام كانت المسحه الرسميه الخاصه ببعثه الاهلي بالكامل، ودي مسحه مخصصه للمباراه وايضا مخصصه لرحله العوده للقاهره يوم الجمعة بإذن الله تعالى. الحمد لله نتيجة المسحة طلعت بشكل رسمي من لحظات، كله سلبي الحمد لله، ما فيش أي أمير. ألو أمير معانا شباب ولا؟ طيب هنحاول نجيب أمير مرة أخرى، لأنه طبعا عايزين نعرف الموقف بالنسبة لعلي معلول. يعني هناك أخبار أنه ممكن يلحق ممكن ما يلحقش، مش عارفين الحقيقة حتى الآن إيه الموقف، ولكن في النهاية سواء علي معلول هيلعب أو مش هيلعب، علي معلول نجم كبير، نجم كبير جدا 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 ومؤثر وبشكل كبير، ولكن عندنا رجالة تقدر تلعب في هذا المكان. شفتوا أيمن أشرف لما طلع من الاستوبر ولعب ناحية الشمال، شفتوا ياسر إبراهيم لما لعب في الاستوبر كان عامل إزاي مع أنه بقاله فترة طويلة الحقيقة بعيدا عن المباريات، أو حتى بيلعب مباراة ومباراتين لأ. فبالتالي هو هي دي رجالة الأهلي، هم دول اللعيبة اللي بينتظرهم النادي الأهلي، أو اللي هم عارفين أن المسؤولية كبيرة عليهم، وهو ده اللي دايما إحنا بنستناه. فيلعب أيمن أشرف، يلعب علي معلول، يلعب فلان، يلعب علان. طبعا نتمنى أن يكون كل الخيارات متاحة أمام المدير الفني بيتسو موسيماني، ولكن في النهاية هي أمور واردة، الإصابة أمر وارد. ما حدث من إيقاف لكهربا والحسين الشحات حصل خلاص بقى أمر واقع، لكن النهاردة اتقال أن احنا أو النادي الأهلي بعت جواب رسمي للفيفا من خلال الأستاذ خالد مرتجي منسق النادي الأهلي مع الفيفا، الحقيقة عضو مجلس الإدارة طبعا ومنسق النادي الأهلي مع الفيفا، اتكلم فيه على أن احترام النادي الأهلي لكل لوائح الفيفا ولكل هذه الأمور، وأن اللي حصل من حسين الشحات ومحمود كهربا أمر عفوي. يعني هل من الممكن أن يحدث أمر آخر؟ محدش عارف، ولكن حتى الآن هما الاثنين اللعيبة موقوفين مش هيلعبوا مباراة بكرة. فبرضو خلينا نعرف أهم المستجدات، هل في حصل جديد في موضوع علي معلول؟ هل حصل جديد في موضوع الشحات وكهربا؟ خلينا نعرف من أمير هشام. أمير رجع لنا مرة أخرى، أمير اتفضل.
نبتدي بعلي معلول يا كابتن اسلام. علي معلول، خليني اكد لك ان في محاولات قويه جدا لتجهيزه للمشاركه في مباراه الغد، محاولات من قبل الجهاز الطبي تحديدا، والناس بتحاول تجهزه في جلسات مكثفه بالنسبه للاعب. النهارده كان عنده بعض التدريبات الاستشفائيه عشان يحاولوا يخلوه يلحق مباراه بكره. الفرص قائمة بالنسبة لعلي معلول، وفرصه ابتدت تتزايد في اللحاق بهذه المباراة، ده كلام مؤكد أنا بقوله لك يعني. لكن يبقى حالة اللاعب أو تبقى حالة اللاعب غدا هي اللي هتحدد مصيره بخصوص المشاركة أو لا. بكرة الصبح إن شاء الله هيتضح الموقف بالنسبة لعلي معلول بشكل أكبر، لكن المحاولات مستمرة أو في محاولة لتجهيزه لمباراة الغد بإذن الله. إذا بالنسبة لعلي معلول خلينا نستنى لبكرة إن شاء الله نطمن بشكل أكبر. بالظبط. لكن بخصوص حسين الشحات بالظبط كده، نستنى لبكره الصبح ان شاء الله تبقى حاله علي معلول يعني الوضع بالنسبه لها اتضح بنسبه اكبر بكتير. لكن المحاولات دي جزئين عايز اكد عليها، في محاولات قويه في محاوله للحاق اللاعب بمباراه الغد. تمام. فيما يتعلق بحسين الشحات وكهرباء، هو الاهلي النهارده كان يعني ارسل خطاب توضيحي للجنه المنظمه والاتحاد الدولي لكره القدم، بيقول لهم يا جماعه يعني احنا بنحترم جدا اللوائح والقوانين وملتزمين جدا جدا بالاجراءات الاحترازيه، وبيوضح لهم ان تصرف الاثنين لعيبه كان تصرف عفوي وغير مقصود اطلاقا، وده كان يعني في حرص كبير من كابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي منسق بعثه النادي الاهلي هنا في المونديال ان هم يوضحوا الصوره بالنسبه للاتحاد الدولي، وفي تاكيد كمان على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه المتبعه يعني في الحقيقه، وكان خطاب مهم. لكن هل في نتائج لهذا الخطاب ممكن تكون ايجابيه بخصوص يعني ان هم يكونوا متاحين لمستر بيتسو موسيماني؟ حتى هذه اللحظه ما فيش اي نتائج يعني، الامور طبيعيه. هو الاهلي اصلا بيرسل الخطاب ده يوضح بس فيه الموقف، ما فيش اي يعني طلبات معينه او محدده، هو زي ما الخطاب كده يعني تم الاعلان عنه بشكل رسمي. لكن الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل خلال الساعات القادمه، لكن حتى هذه اللحظه كابتن اسلام هم غير متاحين لمستر بيتسو موسيماني، وموقوفين بسبب طبعا ان هم يعني خرجوا بره. طيب هل اتضح اي امر من موضوع التشكيل ولا لا الجماهير؟ فبالتالي خلاص هم خارج المباراه حتى هذه اللحظه. طيب ده كان بخصوص بقى مران النهارده، هو كان المران الوحيد بالنسبه للنادي الاهلي. التشكيل اكيد هيبقى فيه طبعا تغيير في المراكز، في بعض المراكز تحديدا في ظل غياب كهربا وحسين الشحات، في بعض العناصر اللي هتخش في التشكيل يعني مثلا محمد شريف ممكن يبتدي بشكل اساسي، والتر بواليا اعتقد هيكون موجود بشكل اساسي. مش عايز اتكلم في التشكيل باستفاضه قوي، لكن ممكن كمان طريقه اللعب او الشكل الخططي للنادي الاهلي في الملعب يتغير، لان كان واضح النهارده ان مستر بيتسو موسيماني مركز على بعض الامور فيما يتعلق بوسط الملعب تحديدا. وحتى اشرك اكرم توفيق في بعض فترات التقسيمه الاخيره جرب اليو ديانج بجانب طبعا السولية وحمدي فتحي، يعني لسه جزئيات اكيد استقر عليها مستر بيتسو موسيماني، لكن النهارده جرب اكتر من جزئيه تحديدا في المران. وبخصوص التشكيل كمان، هو في المران النهارده اكتر من مره كان بيحاول يعني يوضح للاعبين بعض النقاط اللي يعني عايز يحفظها لهم، او بعض النقاط اللي هو ليه تعليق عليها بشكل مفصل. الامور يعني بالنسبه للبعثه بالكامل ماشيه بشكل جيد، وبالنسبه لفريق النادي الاهلي خليني اقول لك كابتن اسلام ان الكل هنا متحفز ومتحمس جدا جدا لي يعني الفوز بالمركز الثالث بكره، والاسعاد جماهير النادي الاهلي رغم صعوبه وقوه المنافسه. بكل تاكيد فريق بالميراس ده فريق كان جاي يلعب النهائي لقى نفسه بيلعب على الثالث والرابع، فعنده دوافع برضه هم كمان قويه جدا، فمن هنا جايه صعوبه هذه المباراه. لكن الاهلي قدها باذن الله، ايا كان مين ال 11 راجل اللي هيبقوا في الملعب باذن الله يفرحونا، وان شاء الله باذن الله يرجعوا بالميداليه البرونزيه. الامور طبيعيه والكل جاهز ان شاء الله، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه. اخيرا يا امير، اللي هيحصل من دلوقتي بقى لغايه بالليل يعني لغايه لما يناموا اللاعبين، قول لنا برضو الموقف من دلوقتي لغايه بالليل. خليني اقول لك ان احنا مثلا دلوقتي الساعه 10 الا 10 بتوقيت المونديال. ايوه. فخلاص كل لاعب دلوقتي موجود في الغرفه المخصصه ليه، ما حدش بره الغرف اطلاقا. هم اول ما جم التمرين النهارده كان الساعه
3 العصر، فحتى استغرق حوالي ساعة ونص، فعبال ما رجعنا كانت الساعة 5، بعديها على طول كان في وجبة العشاء بالنسبة للاعبين، بعديها كل لاعب متواجد في يعني الغرفة المخصصة ليه. النهاردة بالمناسبة كان في محاضرة من مستر بيتسو موسيماني كانت مبكرا شوية قبل ما يروح المؤتمر الصحفي، واتكلم فيها في نقاط عديدة بتخص فريق بالميراس بعد ما هو كان درس الفريق ده امبارح بشكل مفصل، ويعني ادى كل تعليقاته بالنسبة للاعبين في المحاضرة دي، وعرض بعض اللقطات وبعض نقاط القوة والضعف، ويعني اكيد خلاص يعني كل تعليماته وصلت بالنسبة طيب للاعبين. سؤالين برضو مهمين جدا، شفنا كابتن خطيب متواجد مع البعثة معروفة خلال التمرين النهاردة، اعتقد معروف بالنسبة، ولكن ايضا عايزين نعرف كابتن خطيب كان موجود ايه اللي اتقال، ايه اللي حصل، ايضا عايزين نعرف بكرة اليوم هيبقى ماشي ازاي. طيب فيما يتعلق بالكابتن محمود الخطيب، يعني هو موجود دايما في التدريبات، يعني من ساعه ما جينا تقريبا ما فيش غير تمرين واحد هو اللي ما حضروش، لكن كل التدريبات هو بيحضرها، موجود مع اللعيبه دايما، بيتابع التدريبات، بيتواصل مع الجهاز الفني، بيشوف لو في اي عراقيل بيتكلم فيها، اي تعليمات من وجهه نظره، ممكن يكون بيكلم او حصل فعلا واتكلم مع بعض طبعا اللاعبين وكبار اللاعبين في النادي الاهلي والمجموعه كلها بشكل كامل، ويوصل لهم عن مدى اهميه هذه المباراه ومدى اهميه العوده بالمركز الثالث. طبعا دور الكابتن محمود الخطيب معروف بما انه اسطوره كبيره في كره القدم، فطبيعي جدا لما يكون اسطوره بتتكلم معاك انت كلاعب كوره فاكيد هتصدقه وهتفهم كلامه، وفي نفس الوقت هو رئيس البعثه ورئيس النادي الاهلي، فتواجده في كل الاحوال هو تواجد مهم جدا، واحنا شفنا ده بخلاف كاس العالم للانديه، كابتن محمود الخطيب لما بيبقى متواجد مع البعثه في اي مباراه مهمه بنلاقي نتائج ايجابيه ممتازه في الحقيقه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، فده دور بارز طبعا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثة الأهلي في المونديال. لكن فيما يتعلق ببرنامج الفريق بكرة بإذن الله، الفريق هيكون طبعا عنده فطار الصبح الساعة 11 تحديدا، بعد كده هيبقى في وجبة الغداء على الساعة 1، وبعد كده هيبقى في سناكس مع المحاضرة دي هتبقى الساعة 3 العصر، التحرك كل ده بتوقيت المونديال طبعا، التحرك في اتجاه ملعب المدينه التعليميه او استاد المدينه التعليميه هيكون في تمام الساعه 4 عصرا عشان الفريق يوصل قبل انطلاق المباراه بساعه ونص، المباراه هتنطلق في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت المونديال، 5 بتوقيت القاهره. بالمناسبه كمان خليني اقول لك يا كابتن اسلام ان هيتم توزيع الجوائز عقب انتهاء من المباراه النهائيه ما بين بايرن وتيجرس اونال المكسيكي، ان شاء الله الاهلي يكون هو يعني صاحب المركز الثالث، فهنستلم او الفريق يستلم الجوائز في ارضيه الملعب بعد انتهاء المباراه النهائيه، اللي طبعا بنسبه كبيره ممكن يكون بايرن ميونخ هو بطل كاس العالم لما يمتلكه هذا الفريق من قدرات رهيبه وغير طبيعيه في الحقيقه. ففي كل الاحوال ده فيما يتعلق ببرنامج الفريق بكره باذن الله. بعد بكره بالمناسبه الفريق هيرجع ان شاء الله على القاهره، الطيارات تتحرك من هنا الساعه 12 11 تحديدا بتوقيت القاهرة، توصل في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة إن شاء الله، وبإذن الله يكون الفريق راجع منتشي بانتصار هام على فريق كبير زي فريق بالميراس عشان يركز النادي الأهلي في تحديات أخرى، وتتمثل طبعا في التحدي الأفريقي، لأن خليني أقول لك برضو يا كابتن إسلام إن مستر بيتسو موسيماني ده كمان يعني حصل ولاحظناه في المؤتمر الصحفي وتصريحاته في المؤتمر الصحفي النهاردة، هو مركز جدا إن هو عايز ياخد بطولة دوري أبطال أفريقيا للسنة الثانية على التوالي، يعني وشايف ان الموسم الجاي يعني اساسي، هو طبعا ده هدف معروف بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، هو هيحاول بقوه ان هو يحقق ده عشان يرجع بالظبط عشان يرجع على كاس العالم للانديه تاني، والاهلي كمان يحاول يحقق الهدف الاساسي والرئيسي ليه في كاس العالم للانديه. وخلينا نتفق على جزئيه برضو يا كابتن اسلام، ان الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه 6 مرات، لكن يبقى الهدف الاساسي لاي واحد من جماهير النادي الاهلي انك لما تشارك في بطوله تاخدها، حتى لو البطوله دي صعبه زي بطوله كاس العالم، في يوم من الايام هيحصل باذن الله، في يوم من الايام الاهلي هيوصل لنهائي كاس العالم، ممكن ياخد مركز ثاني، ده هتبقى حاجه ممتازه جدا، ليه لا ما ياخدش كاس العالم؟ الناس عايزه تشتغل على الجزئيه دي، ودي ثقافه وعقليه المسؤولين اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي، اللاعبين اللي بيشاركوا لاول مره في كاس العالم هذا الموسم بيحاولوا نتائج جيده، وطبعا دي ثقافه عند كل جماهير النادي الاهلي وحلم
بيحلموا بيه عشان يبقى يعني نبقى قفلنا اللعبه كده وخدنا كل البطولات اللي شاركنا فيها. الاهلي شارك في كل البطولات قدر ان هو يفوز بيها بما فيهم الكونفدراليه لما شارك فيها خد الكونفدراليه. أيوه. البطوله الوحيده اللي في تاريخ النادي الاهلي اللي هو شارك فيها وما خدهاش ما فازش بيها هي كاس العالم للانديه. باذن الله في يوم من الايام هيحصل النادي الاهلي ياخد كاس العالم للانديه، لكن لازم هيكون في شغل الله. كتير وعمل جاد عشان يوصل النادي الاهلي للهدف ده ويحققه باذن الله لكل جماهير النادي الاهلي الغفيره اللي موجوده في كل مكان يا كابتن اسلام. المتالق دائما امير هشام وشرح وافي لكل ما يحدث في بعثه النادي الاهلي في ارض المونديال. بشكرك شكرا جزيلا يا امير على كل هذه المعلومات وكل هذا الشرح.